مكانه أصبح معروفاً للجميع، لكن مصيره لا يزال مجهولاً. نتحدث عن قائد مجموعة فاغنر الروسية إيفغيني بريغوجين. اليوم خرج الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليؤكد أن طباخ بوتين أصبح في ميسك، ليؤكد ما نقله موقع فلايت رادار 24 الذي رصد طائرة تتبع لفاغنر أقلعت من روسيا وحطت في مطار ماتشوليشي العسكري قرب ميسك في وقت مبكر اليوم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصف بريغوجين بالخائن الذي طعنه في ظهره قبل تسوية بواسطة لوكاشينكو أنقذت الموقف وقضت بإنهاء تمرد فاغنر وعودتها إلى معسكراتها ومغادرة بريغوجين إلى بيلاروسيا مقابل إسقاط التهم الجنائية عنه. رغم كل ذلك لا تزال الشكوك تثار بشأن مصيره، خصوصا أن وكالات الأنباء الرئيسية الثلاث في روسيا قالت إن القضية الجنائية بحقه لم تغلق بعد. فهل طوى بوتين الصفحة أم ستكون للحكاية فصول أخرى؟